ينضم إلينا من بنغازي الدكتور علي الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، ومن لندن الدكتور عبد العزيز غنية، المحلل السياسي والأكاديمي الليبي. أهلا بضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور علي الشريف. أهمية هذا الاجتماع وهذا اللقاء الذي يستمر على مدار يومين، وما هي فرص التوافق بين الأفرقاء الليبيين للوصول إلى الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع مجموعة العمل الاقتصادي انبثقت من اجتماعات برلين، والحقيقة وترعاها العديد من الدول ذات التأثير، وخاصة الولايات المتحدة من خلال سفيرها والسيدة ستيفاني ويليامز للأمم المتحدة، والكثير من الدول المؤثرة سواء من دول الاتحاد الأوروبي والإمارات ومصر ودول جزء من الاتحاد الأفريقي. طبعا المسار الاقتصادي هو مسار مهم جدا بسبب الحالة المعيشية السيئة اللي يعيشها المواطن الليبي الآن. والسيدة ستيفاني ويليامز عندما استلمت مهامها قسمت الأزمة، فتتت الأزمة إلى مجموعات عمل، يعني جانب سياسي وجانب اقتصادي وجانب اقتصادي نعم وجانب سياسي وجانب أمني. وحققت بالفعل نجاحات في الجانب الأمني من خلال الـ5+5، وهي الآن بصدد يعني سرعة الإنجاز في الجانب الاقتصادي اللي هو يهم المواطن بشكل مباشرة بكل تأكيد، لأن هو الأمن والغذاء والأكل والمعيشة، هذين أهم شيئين يتطلبهم الحالة البشرية بشكل عام، يعني حتى وفق نظرية الإدارة ووفق ما يسمى بهرم ماسلو، حاجات الأمن وحاجات المعيشة تأتي في أولويات الهرم. طبعا بما أن الإشكالية هي جاءت نتيجة اختلافات وانقسامات في المؤسسات المالية والمصرفية، ونتج عن ذلك عبارة عن يعني إهدار في المال العام وعدم توفر السلع بأسعار مناسبة وتزايد في حالات التضخم وتدهور العملة المحلية، مما جعل الحقيقة السيدة ستيفاني ويليامز تحاول التسريع بعقد اجتماع في منتصف هذا الشهر بخصوص محاولة. ولكن دكتور علي، ربما كل ما ذكرته من هدر المال العام وضعف الإصلاحات المالية والاقتصادية ربما كله يعود إلى مسألة الانقسام في الجهاز المصرفي. كيف يمكن التغلب على هذه النقطة؟ ربما هذه تشكل العقدة الأكبر في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، أكثر من 11 مليار دولار هدر. نعم، بكل تأكيد طبعا توحيد المؤسسات المتشظية ومن أهمها المؤسسة النقدية المتمثلة في البنك المركزي الليبي أو المصرف المركزي الليبي الذي هو موجود على 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 نقيض ولم يجتمع من مدة أكثر من عام ونصف تقريبا، مما جعل الأمور تزداد سوءا. إلا أن هذه الموضوع الحقيقة بدأ في حلحلة جزئية من خلال من مدة أسبوع أو 10 أيام، تحصلت الجهات الراعية لهذا الموضوع على 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 موافقات من الطرفين على عقد جلسات تقابلية من شأنها إعادة النظر في السياسة النقدية ومحاولة يعني إيجاد آليات سريعة لمعالجة الخلل في السياسة النقدية ومعالجة سعر الصرف وغيرها من الأشياء. وبالفعل شكلت لجان اجتمعت من مدة أسبوع أو 10 أيام أو 4 أو 5 أيام، لا أتذكر بالضبط، ووضعت تقرير مفصل لكي يجتمع من خلالها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة النقدية، وبالتالي نتوقع خلال نهاية هذا الأسبوع هناك انفراج إن شاء الله نقوله كويس، بداية طيبة لمحاولة إيجاد حل لهذه الإشكاليات في السياسة النقدية.
نعم أما هذا الاجتماع لا يتضمن فقط ما يخص السياسة النقدية، وإنما يتضمن السياسة المالية. طبعا نحن نعرف أن هناك وزارتين للمالية، وكل منهما له موازنة نعم خاصة سنأتي إلى هذه النقاط تباعا وهناك دين دكتور عام حمل علي، كبير. ولكن دعني أتحول إلى الدكتور عبد العزيز في لندن. هل نحن أمام مسار مكمل للمسارات السياسية والأمنية والعسكرية، أم ربما هذا الأمر ربما يشكل مدخل لأي تقدم ونجاح في هذه المسارات، أي تقدم على هذا المسار ينعكس إيجابا على المسارات الأخرى؟ أشكرك سيدي الفاضل على الاستضافة، وتحية للدكتور علي من بنغازي. ربما الدكتور علي ركز على الجانب الفني الأكاديمي على من خلال هذه الاجتماعات، ولكن هذا المسار الاقتصادي الثالث يأتي نتيجة لتغول الميليشيات بالدرجة الأولى في طرابلس، وعدم خضوع السلطات المالية أو الأماكن المالية الثلاث لليبيا، وهي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الاستثمارات أو المحافظة الليبية الخارجية للسلطة الشرعية الحقيقية التي سواء كانت مجلس النواب أو الحكومة، وهناك تبعية مباشرة للخارج. فحدث انقسام أو شرخ في الاقتصاد الليبي أدى إلى تدهور الأمور المعيشية للمواطن الليبي، وربما هذا الأمر الذي أدى بالاجتماع أو تسريع هذا الاجتماع بشكل سريع ما طفى على السطح من المشكلة الأخيرة الذي قام بها وزير الداخلية الليبي بإيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي من السفر. طبعا المسار الاقتصادي أتى بناء على مسار اقتصادي ليبي محلي رعاة الأمم المتحدة في المرة الأولى، ومن ثم سلم هذا الملف إلى المجموعة الدولية برعاية بحضور أصحاب المال الليبيين، مصرف ليبيا المركزي والنفط والاستثمارات الخارجية والمحافظ الليبي الخارجية، بحضور الدول العظمى سواء أمريكا أو دول المنطقة منها مصر والاتحاد الأوروبي. المسألة الأساسية في من يدير هذا الاقتصاد، ليس بالقسمة، ليس بمحاولة تقاسم من يمتلك من أو حصة من تكون في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الجنوبية أو في المنطقة الغربية، بقدر من يشكل خطر على هذه المؤسسات داخل طرابلس. وهل هذه المؤسسات المتمترسين فيها الآن سواء كان الصديق الكبير أو صنع الله يخضعون للسلطة التشريعية الليبية، أم بانتظار ما تفرزه المباحثات عن استيلاد مرحلة مؤقتة؟ والصراع في المرحلة المؤقتة من خلال المعايير والاتفاق على المعايير وتقديم ملفات كثيرة لمجموعة من الأشخاص، بعض منهم مرتكبي جرائم حرب، ليدل على أن المرحلة الانتقالية لن تكون سنة واحدة، ربما تطول. وموضوع الانتخابات على 2021 يبدو أنه بعيد المنال، فهذا الصراع المحتدم لا يدل على أن المنطقة فقط. نعم، إذا دكتور عبد العزيز بحاجة لحلول توافقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية في المؤسسات الحيوية للدولة الليبية. صعب، إذا كان هذا الأمر ممكنا، ماذا يستلزم من أجل تنفيذ كل ذلك؟ سيدي الفاضل، أولا ليستلزم أن الخطط الليبية في مرحلة الاقتصاد حقيقة اللي يشتغلوا في الاقتصاد الليبي، مرت ليبيا خلال النظام السابق بمراحل حصار، مرت بأزمات مالية على مستوى الدولة سيئة جدا، الليبيين 6 مليون ليبي، القليل من الإصلاحات والنية الصادقة ومحاولة تجفيف منابع الفساد ستؤدي بالرخاء إلى الليبيين، حتى وإن كانت العملية السياسية معطلة، ولكن الآن تستخدم العملية الاقتصادية وتضييق السيولة والإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الأمن. لا يمكن أن يكون هناك أمن سليم، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد سليم وحياة رغدة للمواطنين بدون استقرار الملف الأمني، ويعتبر الملف الأمني من أبرز الملفات، خاصة مع تلويح تركيا أو طلب الرئاسة التركية بتمديد تواجدها في ليبيا. هذا كله يعرقل كل الملفات الأخرى، سواء كان المسار السياسي سواء كان المسار العسكري الذي يمكن أن تنسحب منه حكومة الوفاق بتصريحات أخيرة من وزير الدفاع حكومة الوفاق. وهذا ما سيتم نقاشه أيضا دكتور عبد العزيز على هامش هذا الاجتماع، ولكن دعني أعود إلى الدكتور علي الشريف لنتحدث عن الحلول لتوزيع الموارد في الدولة الليبية، إعادة الأعمار، التنمية، كل ذلك ظل حبرا على ورق منذ العام 2011. نعم، طبعا هو الهدف توزيع الثروة هو طبعا ليس كما يفهم البعض بأنه
توزيع مباشر على المواطن، وإنما هي عملية توزيع الخدمات وتوزيع كل ما يتعلق بالبنية التحتية، بالوظائف، بكل شيء. ترى بعض الأقاليم أنها هي حقيقة مهضومة منذ فترة بسبب عملية مركزية مقيتة، فطالب الكثير من النخب في هذه الأقاليم يعني إذا أردتم التسوية النهائية العادلة الجيدة أن يكون فيها توافق كامل، وهذا التوافق لا يتأتى إلا إذا يعني لبيت الرغبات بهذا الخصوص. نحن نعرف أن الدولة الليبية يعني الآن عمرها أكثر من 60 عام من بعد ظهور المملكة وبعد ظهور النفط، الذي الحقيقة لم تستفد منه الدولة الليبية خلال 50 عام الماضية، بنية تحتية متهالكة، مستوى تعليم متدني، صحة متدنية، كل هذه العوامل وغيرها الحقيقة تتطلب يعني تحديد خطط واضحة الملامح، سواء عن القصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويلة الأجل، وهذا لا يتأتى إلا من خلال حكومة متوازنة، حكومة تكنوقراط تكون عارفة كافة المشاكل في ليبيا، وليست حكومة محاصصة وحكومة تقسيم أموال، لأن كل هذه من أسباب مشاكل يعني تأخر أو تخلف الدولة الليبية، خاصة في ال10 سنوات الماضية لا زالت الدولة الليبية لم تستقر بسبب سيطرة الحقيقة العديد من المجموعات المسلحة التي ترتهن لها المؤسسات الكبيرة في الدولة والمتواجدة داخل العاصمة الحقيقة. إذن أول شيء يعني يجب أن يكون هناك المسار الأمني كما ذكر الدكتور عبد العزيز، أن يسحب السلاح، أن تدمج هذه الميليشيات أو تعالج بأي طريقة أخرى، أن تشكل يعني حكومة تكون متزنة، على الأقل تكون في المنطقة المحايدة نسبيا يعني. وكل هذه العوامل طبعا سوف تعجل من الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل. أما الإصلاحات الاقتصادية قصيرة الأجل هذا ما تسعى إليه الأمم المتحدة الآن، لأن الأمم المتحدة من خلال تقريرها الأخير يعني ذكرت بأن هناك أكثر من 1,300,000 ليبي سوف يحتاجون إلى إعانات من الخارج إذا لم تحل مشكلة تشظي المؤسسات النقدية والمؤسسات المالية خلال الفترة القريبة، ومحاولة الاستفادة من عوائد النفط خلال فترة قصيرة، وتوظيفها التوظيف الأمثل، وليس كما سبق غياب الشفافية، غياب المعلومات عن الأموال الليبية التي تدخل المصرف المركزي، ولا نعرف أين تذهب. يعني في خلال هذه السنوات لم يعني تنشأ أي شيء من البنية التحتية، لم يصان أي شيء، لم نرى شيء على الواقع، وبالتالي هذا الأمور هذه كلها يعني لا نريد تسوية فقط، نحن نريد التسوية نعم، والحل السريع نعم، ولكن نريد محاسبة من كان في المرحلة في هذه المرحلة والحقيقة، ومحاسبتهم محاسبة دقيقة، ووضعهم حتى في السجون. هذا مال عام ومال الشعب الليبي، والشعب الليبي تضرر، ونحن كناس محايدين وأكاديميين دائما يعني نطلب أن الجهات المختصة يعني تحاول الاعتماد على الناس التقنيين. وصلت الفكرة دكتور علي. نعم دكتور علي الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة بن غازي، يبدو أنها سوف كنت معنا من بن غازي. شكرا جزيلا لك، أعتذر للمقاطعة، انتهى وقتي تماما في هذا الملف. الشكر موصول للدكتور عبد العزيز غنية، المحلل السياسي الليبي والأكاديمي، شكرا جزيلا لك.